احوال الريزو عليا؟ والله الحمد لله صافا لاباس. ماشي مريق لي. ما عنديش ريزو. الريزو عامل فيا خاصه في الدار بليد ياسر. والله الحمد لله صافا سي بون. مش بيه برشا ريزو مريقل. والله صافا الحمد لله. والله بالنسبه للريزو بصفه احنا ما ثماش خدم هنا في البلاد وكذا، كل واحد يقعد 11 ساعه 12 ساعه على الانترنت. ريزو انترنت مانيش كونيكتي. والله صافا مش خايب. ماشي مية مية. سافا با ولا سافا با دو تو؟ سافا مريقل. في الصباح يبدا تعب وفي العشية ينوم بعد العشرة يتسرع شوي. هكاك هو برا ريزو. قداش كونكتي من ساعة في النهار؟ ديما كونكتي نهار كامل. كي نجي ندخل باش نكمل خدمتي باش نرتاح. كونكتي بالتليفون ديما. والله لا ما عنديش فضا بصراحة. أربع سوايع، ثلاثة سوايع. والله ورسوله هذا اللي يقولوه تقول أمهم. والله أعلم. خمسة. أما نقسمهم ساعتين هكيكا ما عنديش وقت نضيع وين. بريسك نعدي نهار كامل كونكتي معناتها بالتليفون ولا بي سي. نعدي نتاع ساعة ساعتين في النهار. نص ساعة أكاو. أنا ما عنديش وقت باش نضيعه في الإنترنت خاطر الإنترنت حسب ما نعرف أن الإنترنت تفسد. ساعتين. ساعة. أكاو. كونكتي ثلاثة أربع سوايع أنا والوقت أنا والخدمة. والله ماكسيمو ساعتين ساعة ونص ثلاثة أربع سوايع. طول وقت الحظر خاصة توا معناها في البريود نتاع الفاكونس هذه لاحظت اللي يكونوا حتى سهرية وليت حتى بعد نصف الليل هكا ساعة لساعة نتفقد نشوف يا الوليد يا البنية يكونكتيو برسك ساعة ساعة ونص في النهار. عندي ولدي صغير يقعد ساعتين هكا والكبير يقعد حتى الصبح. حتى ساعة نخدم نهار كامل. نهار كامل 24 ساعة 24 كل مرة كيفاش ثلاثة أربع سوايع؟ ثلاثة في الليل ممكن نص ساعة ساعة كو ما أكثرش. شوين تدخل بالضبط على الانترنت؟ فيسبوك شوية فيسبوك شوية لعب أخبارية شوية شوية زاد. لا أخبارية شوية فيسبوك شوية فن. كل مرة كيفاش؟ والله الأكثرية فيسبوك. أنا والله فيسبوك معنا شاتي معنا مع الولاد كو. الفيسبوك الأكثرية ولا الأخبار شوية فيسبوك جوجل كروم عندي كونت فيه برشا جاء وشنو آخر يلا محمد رسول الله يوتيوب كاب. والله ما كونكتيش وما عنديش كونتاكت كبير بالانترنت أكثر من فيسبوك مع أصحابي كهوما حاجة أخرى. لا والله ندخل بوليتيك فهمت مواقع سياسية كمان الخدمة متاعي نعمل لي ريشيرش نعمل شوية فيسبوك شوية كونيكسيون كل مرة كيفاش كل نهار ونهار. ما كونيكتي الجملة على اليوتيوب معناتها نسمع الغناء معناتها دي باج فيسبوك. في الفيسبوك نحكي مع لي زامي وكاهو فيسبوك جوجل يوتيوب حاجة كي هكا. كل نسيت الكل اللي ما نستحضرش ما نسيت الكل اللي عرضوني الكل كثير يا فيسبوك يعني ما فهميش يا سيدي. على حد صحيباتك باش تكونتاكتيه ولا ترى شنو اللي بيناتكم هكايا قرايه ولا تشاتي ولا تباطي ولا هكاي فيسبوك صغنا ونلعب. المهم ما كونكتيش انا جمله. الانترنت معناها استعمالاتك تفرهيد تضيع وقت؟ والله باش نرى لي نيوز وتفرهيد وتضيع وقت كل شيء يعني اوكيباسيون كامله. لا بالنسبه للانترنت اي مويان دو لوازير يعني فرهدو عادي ساعات نضيع وقت ساعات نفرهد ساعات بروجيت ساعات حاجه كي هكا. اهلك الدنيا هذه الانترنت هي تفرهد اما كي تكثر منها تولي تضيع وقت. هيك هي المساله اللي خايفين منها احنا. لا ماشي نتاع تضيع وقت للترفيه معناها للتسلي اي وتفرهدوا ما ثبتش شنو تفرهد انا تضيع وقتك هو تولي نضيع الوقت مو ولي تنجم تقول لغيم حتى على البر ما يخرجوش فهمت ولا ضيعوا بها الوقت. والله ما عندناش وقت للترهيد ديما نخدم. والله كل شيء ساعات قراية ساعات نتفرهد ساعات نضيع الوقت كما كيفاش هي صديقي معناها في الأوقات فراغ شوية هكا وشوية هكا كهو تضيع وقتك كهو عدي بيها الوقت تعصيف جيست أني باش نضيع وقت وكهو لا أكثر ولا أقل. الانترنت كي نبدأ أنا مانيش نخدم هيك نضيع بيها الوقت وميم طوم معناها نستفيد منها برشا. لا ما شوية تفرهدك هو ما عندي حتى شيء آخر. تخرج تحوس تفرهد تبدأ ديما كونكتي ولا تتفرد وكهو؟
ديما نكونكتي معناها وقت اذا لقيت وقت فراغ ديما كونكتي ما. حتى في الشارع كونكتي او حتى بالتليفون كونكتي؟ لا جمله كما راه كيفي باش تجمع مش ديما خليها ابار انا خليها على شير راني كونيكسيون كل شيء وقت من نبدا ما عندي ما نعمل لا لا كنظر متفاضي معناها كذا عندي وقت فاضي نمشي نعمل سواع سواعتين يعطيك الصح كذا مش فاضي يعني في القهوه ولا في السطاج اي وزيد ابار وبالتليفون انا نشوف سالزه البنيه والولاد تك 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 واش تعمل ودي كونكت يعني مانيش قاعد على الانترنت انا شاد التليفوني مالك ومالي اي البورتاتيف تاعي ديما في الدار جست كان ندخل الدار ضيع بي شويه وقت وكو لا لا ديما بينا ومن زوز هي تاركو خو مانتا هي يسايب الانترنت ما يسايبلوش التليفون كونكتي بيه ديما هكا هكا صنعتو جامي ديما كونكتي كان خرجت للشارع ولا خرجت باش نمشي ندور مع صحابي نحيا الانترنت كو ماذا بيا ديما نرجع باش نكونكتي ديما معناها ماذا بيا كان نلقى حتى 7-8 سوايع اجور معناها نكونكتي لا لا اكثرية ديما تليفون في ديما كونكتي ديما تبيع تشري على الانترنت عمر فاتورات نبيع من نشري ما عندي ما نبيع ما نشري لا طيارات لا سوارغ لا 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 نبيع لا نشري لا لا نبيع شوشش لا 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 ما نعملش الكوميرس الكترونيك لا 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 خطيني لا لا خطيني مش وديم لا 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 نعمل فاتورات لا نعمل حاجة شيء جيس تتبع شوية اخبار شوية فيسبوك شوية انترنت كو لا لا بيعان وشارين لا لا والله لا عندي جيست صحيباتي هكا نحكي وكوم لا لا مش ديما ما عنديش بها غرام أس لا نبيع لا نشري لا لا ما كذبش عليك ما خاطر فيها برشا بيراتاج وتخونوش برشا باجاتيكم